توصل فريق الوداد الرياضي لكرة القدم بمبلغ 130 مليون سنتيم من المصري البورسعيدي، والذي يتمثل في الشطر الثاني من صفقة انتقال الكونغولي كازا دي كاسونغو إلى فريق المصري البورسعيدي في الصيف قبل الماضي. ولجأ الوداد الرياضي لكرة القدم إلى لجنة نزاعات بالفيفا بسبب تأخر المصري البورسعيدي في صرف الشطر الثاني من الصفقة التي بلغت قيمتها 260 مليون سنتيم، إذ أمهلت 45 يوم للسداد أو الحرمان من انتدابات لفترتين متتاليتين. وكان المصري البورسعيدي قد اقترح على الوداد الرياضي تقسيم المبلغ على شطرين لرفع عقوبة الفيفا، غير أنه لم يلتزم بالاتفاق قبل أن يضطر مع انتهاء المهلة إلى تسديد المبلغ دفعة واحدة. وتوصل فريق الوداد الرياضي كذلك في منتصف أغشت بمنحة التتويج بدوري أبطال إفريقيا التي بلغت قيمتها 1.2 مليار سنتيم، بعد اقتطاع الكاف لديون النزاعات الخاصة بالفريق الأحمر، إضافة إلى نصيب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وكذا مصاريف الغرامات المفروضة عليه.